حاضر. رد. ايه تقول؟ الو. ايه روح عامله ايه؟ بقول لك ايه؟ مفيش فلوس، تمام ولا مش تمام؟ وبعدين انا اصلا صحابك دول انا مش عارفه انت بصاحبهم على ايه؟ وبعدين اصلا مفيش موسم التين الشوكي دلوقتي يا كذاب. تقول انت بتخونيني ولا ايه؟ تقول انا حاسس بنبره تخوين. لا حاسس بنبره تخوين. في نبره تخوين في صوتك. لا بص اسمعي. لا اسمعيني يا بنت الناس. اسمعيني. لا طالما الموضوع وصل لتخوين يبقى الكلام ده ما يتقالش في التليفون. اسمعي اللي بقول لك عليه، الكلام ده فيس تو فيس. طب بقول لك ايه؟ هو صاحبك دخل في عربيه ايه؟ تين. خالتك اسمها عابدين. وصلت للخوض في الاعراض ها؟ ماشي وصلت لكده؟ ماشي. اقفلي يا تونا، اقفلي يا تونا. لا اله الا الله. محمد رسول الله. ايه يا تونا في ايه بقى؟ بقول لك ايه؟ الفلوس بتاعت الجمعية دي أنا عاملاها عشان خاطر عيالك وعشان خاطر مصاريفهم، صحابك بقى يعملوا حوادث يتنيلوا بستين نيلة أنا ماليش دعوة، الكلام ده كان زمان يا حبيبي، ماشي؟ يعني أنت مش هتديني فلوس؟ لا. طيب خلاص، أنا من النهاردة مش قاعد لك في الأوضة دي. ليه؟ عشان تبقي تقولي لا. عشان تبقي تقولي لا. هي 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 عشان تبقي تقولي لا.